السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ نتكلم مع بعض عن الفرق بين الميديان والمين، وإزاي نقدر نقارن بينهم وبين بعض. كمان إيه هي النقاط المهمة اللي ممكن تفضل واحد فيهم عن التاني. خلينا نبدأ مع بعض في الميديان. بس نراجع طريقة حسابه، وإحنا إن شاء الله في الفيديو ده هنحل two examples، هنفرق بينهم بين طريقة حساب الميديان وطريقة حساب المين. طيب في الميديان احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقسم الداتا، بنقسم كل البيانات بتاعتها، بنبدأ نرتبها من الأصغر للأكبر، وبعدين بنبدأ نشوف القيمة اللي بتقع في المنتصف بالظبط، وبتبقى هي دي قيمة المين اللي بنرمز له بيه الرمز ده. لكن في طريقة حساب الميديان لكن في طريقة حساب المين هي عبارة عن مجموع الداتا على عددها، سواء احنا بنتكلم عن السامبل او عن البوبوليشن. طيب ايه اللي يخليني ممكن استخدم المين، وايه اللي يخليني ممكن افضل الميديان؟ طيب في بعض الحالات احنا خلينا زي ما قلنا احنا في المين بنقسم، بنجمع الداتا كلها ونقسمها على عددها. لكن في الميديان طيب عدد البيانات لو كان عدد زوجي، طب لو كان اود نمبر عدد فردي هنعمل ايه؟ كل ده هنشوفه في الاكزامبلز اللي جايين، هنحل تو اكسرسايز هيورونا ايه الفرق بين طريقة حساب الميديان هنا والحساب الميديان هنا. لكن احنا زي ما شفنا كده الميديان هو ايا كانت القيم عاملة ايه هو مش بيتأثر بيها، هو بيروح يدور على القيمة اللي في المنتصف بالظبط. طيب يبقى نقدر نقول ان في حاجة اسمها outliers. ايه هي outliers؟ هي قيم بنسميها extreme values. يعني extreme values يعني قيم يا اما كبيرة جدا 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 يا اما صغيرة جدا جدا جدا. يعني في المثال اللي قلنا فيه عن درجات الطلبة في الامتحان، فلقينا ان عندنا مجموعة مثلا من الطلاب، لو افترضنا ان كل الطلاب او 90% منهم جابوا درجات من 20 لـ80، لو لقينا مثلا طالب جايب درجته 5 او طالب جايب الدرجة 100، يبقى الدرجتين دول بنسميهم outlier. يعني ايه outlier؟ يعني هي قيم شاذة بعيدة جدا عن الوسط، وسط الداتا، فهنا بنسميها outlier لكن هي اقل بكتير من البيانات، وكمان دي بنسميها outlier هي قيمة عليا جدا. زي اي ظاهرة طبيعية في الحياة، معظم مثلا اطوال الناس بيقعوا في المنتصف، بيكونوا بين اطوال معينة، هنلاقي ان في ناس ممكن تقل كتير جدا عن الاطوال دي، وكمان في قيم قليلة جدا بتزيد قوي عن الاطوال دي، وبالتالي بنسمي القيم العليا جدا او القيم القليلة قوي بنسميها outliers، هي قيم بعيدة عن الوسط. طيب نرجع تاني للميديان، ايه علاقة الاوتلايرز بيها؟ لو عندنا قيم outliers او لو عندنا قيم بعيدة جدا عن البيانات، مين اللي هيتأثر بيها اكتر؟ اللي هيتأثر بيها اكتر هنا هو المين. ليه هيتأثر بيها المين؟ لان هو بياخد كل القيم بيجمعهم مع بعض ويقسم على العدد، وبالتالي لو فرضا كل الدرجات كانت 20 مثلا 12 وهكذا، هنلاقي لو عندنا قيمة 5 هنلاقي ان هي سحبت المين وقللت قيمته جدا. يعني قيمة الاوتلاير الصغيرة دي قدرت تأثر على قيمة المين، لكن في الميديان هو مش هيتأثر بيها لأنه هو هيروح يدور على القيمة اللي في النص بالظبط من البيانات، هيرتب البيانات وياخد القيمة اللي بتقع في المنتصف. وبالتالي لو احنا بنتكلم عن skewed data، يعني ايه skewed data؟ يعني بيانات ملتوية، يعني شكل الهيستوجرام بتاعها بالشكل ده مثلا، أو شكل الهيستوجرام بتاعها مثلا بالشكل ده. يعني تقريبا بالشكل ده هي بنسميها بيانات ملتوية. يعني ايه بيانات ملتوية او skewed data؟ يعني ايه؟ يعني هي بيانات تركزها يا اما بيكون عند القيم القليلة او عند القيم الكبيرة. لكن لو احنا بنتكلم عن symmetric data، symmetric data يعني بتكون بالشكل ده كده، هي بيانات متماثلة، يعني تقريبا بتتوزع بالتساوي حوالين الوسط بتاعها، بيكون شكلها تقريبا بالشكل ده. هنا افضل حاجة ان احنا نستخدم الاكس بار، لكن في البيانات دي الافضل ان احنا هنا نستخدم الميديان. ليه؟ لان الميديان مش هيكون متأثر بالاوتلايرز زي ما وضحنا دلوقتي.
زي ما قلنا في الاكس بار هنلاقيه يقع بالظبط في نص البيانات، وهيتطابق في الحالة دي مع الميديان، هيبقى هو بالظبط نفس القيمة. طيب خلينا نكمل. طيب خلينا نشوف القيم دي. لو مثلا عندنا وده اللي هيوضحه الصورة اللي قدامنا دلوقتي، لو عندنا بيانات بالشكل ده ملتوية، دي بنسميها positive skewed. يعني ايه؟ يعني ملتوية التواء موجب، اوقات كمان بنسميها باتجاه الالتواء بتاعها، يعني بنسميها skewed to the right، او عندها right skewness، يعني عندها التواء لليمين. او هنا ممكن تكون البيانات شكلها كده. خلينا بس نظبط الرسمة، يعني بالشكل ده، ودي بنسميها negative skewed، او بنسميها عندها التواء to the left، skewness to the left. طيب في الحالة دي ايه العلاقة بين المين والميديان والمود؟ احنا اتفقنا ان المود هو القيمة صاحبة اكبر تكرار، يعني هنلاقي ان المود بالظبط موجود هنا. طيب المين موجود فين؟ احنا اتفقنا الميديان بالظبط موجود في نص البيانات، يبقى هنلاقي الميديان هنا. لكن في حالة البيانات الملتوية هنلاقي ان الاكس بار بدأ شوية يتأثر بالبيانات البعيدة، فهنلاقي ان الاكس بار بدأ ياخد الاتجاه ده. ففي حالة ان الاكس بار كان اكبر من الميديان، كان اكبر من المود، وبالتالي نقدر نعرف ان البيانات اللي عندنا دي positive skewed. يعني لو بالعكس عندنا البيانات positive skewed، يبقى هنلاقي ان الاكس بار اكبر من الميديان، اكبر من المود. طيب لو في الحالة الثالثة، الحالة الثانية اسفة، لو البيانات عندنا skewed to the left، يعني ملتوية ولكن لليسار، يعني عندها negative skewness، هنلاقي ان هنا المود هو القيمة صاحبة اعلى تكرار، ده المود. طيب الميديان زي ما اتفقنا دايما هيكون في المنتصف. طيب اما المين هنلاقيه اتأثر بالقيم اللي هنا، اللي موجودة هنا، وبدأ كمان هو يعني يتم سحبه ناحية القيم الصغيرة جدا. يبقى لو لقينا ان الاكس بار عندنا اصغر من الميديان، اصغر من المود، بالتالي يبقى احنا البيانات عندنا نيجاتيف سكيود. وبالعكس لو لقينا البيانات نيجاتيف سكيود، يبقى نقدر نستنتج ان الاكس بار هيكون اقل من الميديان، اقل من المود. طيب لو في حالة ان البيانات بالظبط متماثلة، يعني ده شكلها، يبقى ساعتها هنقدر نقول ان الثري ميجرمنتس بيتطابقوا. هنقول ان المود ايكوال المين ايكوال الميديان، التلاتة هنا في الحالة دي هيكونوا بالظبط بيساووا البعض. طيب زي ما قلنا كان في اكزامبل عدى علينا في حالة المود، ممكن نلاقي بيانات باي مودل، يعني عندها اتنين مود، زي مثلا الشكل ده، بيانات طلع عندها باي مود، هنلاقي هنا ان المود متوزع بالشكل ده، لكن المين والميديان هيكونوا بالظبط في الوسط. زي ما اتفقنا لو الاكس بار اكبر من الميديان، يبقى احنا بنتكلم عن positive skewness. لو الاكس بار اقل من الميديان، يبقى احنا بنتكلم عن negative skewness. طيب خلينا نبدأ مع بعض مع اول example هنا. الداتا دي بتجمع لنا measurements للdrying time، اللي هو وقت التجفيف، in hours of a certain brand of latex paint، بعض انواع الدهانات. ايه هو الوقت اللي ممكن تجف فيه هذه الدهانات؟ اول سؤال بيساله لنا what is the sample size and the sample range for the above sample. طيب sample size زي ما قلنا هو حجم العينه، وطالما بنتكلم عن السامبل يبقى احنا بندور على ال N small. ال N small هو عدد البيانات اللي موجودة عندنا، لو عديناهم هيبقى عندنا، هنلاقي عندنا 15، يبقى حجم الداتا اللي موجودة عندنا هو 15. طيب الرينج اتفقنا ان الرينج هو الفرق بين، كان عندنا في شابتر 1 الرينج هو الفرق بين الماكسيمم فاليو ماينس المينيمم فاليو، يبقى
أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. طيب فين هي أكبر قيمة عندنا؟ لو بصينا كده هنلاقي إن أكبر قيمة هي 5.6، وهنلاقي إن أقل قيمة موجودة هنا هي 2.5. وبالتالي يبقى 5.6 minus 2.5 يعني الرينج بتاعنا هو 3.1. ده بارت A. بارت A B هنا بيطلب مننا إن إحنا نحسب المين أو نحسب الإكس بار. طيب هنحسب الإكس بار أو اللي هو المين إزاي؟ زي ما اتفقنا هو عبارة عن summation XI من I بتساوي 1 لل N، وبنقسم على حجم السامبل. يعني هنبدأ نجمع كل الداتا اللي عندنا، يعني 3.4 plus 2.5 plus 4.8 plus لحد آخر قيمة اللي هي 4.8 divided by 15 اللي هو السامبل سايز. هنجمع كل ده مع بعضه، هيطلع لنا 56.8 divided by 15، يعني تقريبا الإجابة هتكون 3.787، وهو ده الـ average of drying time of the latex paint. هو ده الـ average time، هو ده متوسط الوقت. طيب هنيجي بقى الجزء مهم جدا، وهو إزاي نقدر نحسب الميديان. عشان نقدر نحسب الميديان يبقى احنا محتاجين نرتب الداتا من الأصغر إلى الأكبر. خلينا مع بعض كده، احنا اتفقنا أن أصغر جزء في الداتا هو 2.5، وبعدين أنا هرتبهم هنا، هكتبهم بالترتيب 2.8 2.8، عندنا 2.9 3.0 3.3 3.4 3.6 3.7، كمان عندنا 4.0 4.4 4.8. هنلاقي ان احنا لو بصينا للداتا اللي فوق رتبناهم من الاصغر للاكبر هيبقى عندنا بالشكل ده. يبقى ستيب نمبر 1 علشان نحصل على الميديان arrange data values from least to greatest. طيب دي اول خطوة عندنا. وبعدين هنعمل ايه؟ احنا البيانات اللي عندنا هنا هي odd number. يعني ايه odd number؟ يعني عدد فردي، عدد البيانات 15 وده عدد فردي. وبالتالي علشان نحصل على ترتيب، ودي مهمة جدا، طلبة كتير جدا بتتلخبط في الجزء ده وتعمل n plus 1 على 2 وتقول هي ده هو ده الميديان، ودي خطأ شائع جدا. ده order of the median. يعني ايه الترتيب بتاع الميديان؟ في اي value هنلاقي الميديان. يعني ايه؟ يعني بنعمل n plus 1 على 2، يعني هنا بالظبط كده 15 plus 1 على 2 يعني 16 over 2 يعني 8. يعني ترتيب الميديان هو الايت، مش الايت هي الميديان، ده ترتيب الميديان هو الايت. يعني هندور على الفاليو الثامن. يبقى 3 4، يبقى عندنا الميديان هو القيمه دي، هو 3.6. يبقى الميديان هو 3.6. يبقى احنا اول حاجه، اهم حاجه نعملها واول ستيب واهم ستيب، هي ان احنا نرتب الداتا من الاكبر الى الاصغر. تاني حاجه هنشوف ايه الفاليو ان بنلاقي عنده الميديان، وده بنحصل عليه لو الداتا عندنا odd number يعني رقم فردي، بنعمله ب n plus 1 على 2. وزي ما نبهنا هو ده الـ order of the median مش الميديان نفسه، لان فعلا طلبة كتير جدا بتقع في الخطأ ده وتحسب على ان هو ده الميديان وتحط الميديان equal 8 وخلاص كده. وهنلاقي طبعا ان الميديان هو قيمة فعلا في منتصف البيانات بالظبط. طيب خلينا نشوف الاكزامبل اللي بعده مع بعض. A manufacturer of electronic components is interested in determining the lifetime of a certain type of battery. A sample in hours of life is as follows. يبقى احنا اخدنا عينة من العمر الافتراضي بالساعات لمجموعة من البطاريات. طيب مجموعة من العناصر معينة داخل مكونات داخل البطاريات.
خلينا نشوف اول جزء مطلوب مننا. فخلينا الاول نحدد ايه هو السامبل سايز. هو هنا هو محدد لنا واحد، يعني عندنا ال n السامبل سايز هي 8، يبقى ده حجم العينه بتاعنا. طيب اول جزء مطلوب هو ان احنا نلاقي المين. طيب المين زي ما اتفقنا اللي هو الx بار هو summation xi على ال n. طيب يعني ايه؟ يعني ببساطة هنجمع كل قيم العينة ونبدأ نجمع لحد آخر قيمة ونقسم على عددهم اللي هو 8، وبالتالي هنحصل تقريبا على القيمة دي. يعني تقريبا المتوسط عدد الساعات أو متوسط الأفريج لايف تايم للكومبوننت اوف ذا باتري هو 124. طيب خلينا مع بعض نشوف الميديان في الحاله دي. هنا الداتا بتاعتنا عددها زوجي، يعني الان ايفن نمبر عدده زوجي. هنشوف هنقدر نعمل ايه. خلينا نرتب الداتا مع بعضنا من الاصغر للاكبر زي ما اتفقنا. يبقى اول عنصر، بعدين الثاني 116 117 18 122 123، وكمان عندنا 175. طيب خلينا نحسب كده زي ما قلنا. لو طيب لو احنا عندنا ال value even، يعني ال n even number، هنعمل ايه؟ العنصر اللي هيكون هو الميديان هيكون الافريج بتاع مين؟ بتاع القيمة اللي ترتبها n over 2 و n over 2 plus 1. يعني ايه؟ طيب خلينا نشوف احنا عايزين القيمة دي، عشان بس نكون فاهمين الميديان بشكل اصح، هو الفاليو اللي عدد البيانات اللي اقل منه بالظبط هو نفس عدد البيانات اللي اكتر منه، يعني هو القيمة اللي في الوسط بالظبط. يبقى هنلاقي عدد بيانات أكبر منه بالظبط هو عدد البيانات اللي أقل منه، وبالتالي إحنا بندور على قيمة في النص. طيب لو هو عدد البيانات زوجي، يعني متقسم 4 و4، يعني هو تقريبا جزء هنا، رقم هنا. طيب بنعمل إيه؟ بناخد متوسط الرقمين دول. طيب لو إحنا عايزين نحصل عليهم بقى بالقوانين وبشكل دقيق، نعمل إيه؟ هنشوف N على 2. N على 2 يعني ربع، يعني 8 على 2 يعني الترتيب الرابع، وإن على 2 plus 1 يعني الخامس. بنشوف الفاليو اللي هو ترتيبه الخامس، الرابع والخامس، اللي هو 117 و118، وبعدين بنعمل إيه؟ بعدين بنجمعهم وناخد الأفريج بتاعهم. يعني إيه الأفريج بتاعهم؟ يعني هنقول 117 plus 118 divided by 2، وبالتالي الأفريج هيطلع عندنا 117.5، هيكون هو ده الميديان of the data. يبقى الx بار الافريج للقيم اللي في النص هو ده الميديان of the data. طيب في سؤال هنا مهم جدا بيقول لنا ايه؟ هنلاحظ مع بعض ان في اختلاف كبير في قيم المين والميديان، هم مش قريبين من بعض خالص، وده يفكرنا باللي اتكلمنا عنه قبل كده. دايما لو البيانات هي عبارة عن بيانات سيمتريك، هنلاقي ان قيم الاكس بار والميديان متطابقه تقريبا، قريبين من بعض جدا. لكن لو البيانات فيها التواء، هنلاقي ان قيم الاكس بار والميديان مش هنلاقيها مختلفه كتير جدا عن بعضها، وده اللي حصل هنا. طيب لو احنا عايزين دلوقتي نعرف البيانات دي ملتويه ناحيه او فيها سكيونس ناحيه اي اتجاه، هي بوزيتيف سكيود ولا نيجاتيف سكيود، هنبص عن العلاقه بين الاكس بار والميديان. هنلاقي هنا ان الاكس بار طلع لنا 124، وده اكبر من الميديان. نقدر ساعتها نقول ان البيانات دي بوزيتيف سكيود، يعني تقريبا هيكون شكلها بالشكل ده، positive skewed يعني skewed to the right. طيب ايه سبب ده؟ اكيد في عندنا outlier زي ما اتفقنا، اكيد في قيمة outlier. لقينا ان القيمة دي قيمة بعيدة جدا، زي ما شفنا اقرب قيمة ليها هي ال 123، وما زالت قيمة بعيدة جدا. يبقى ال 175 دي هي اللي سببت ان الاكس بار بقى بعيد جدا عن الميديان بالشكل ده.
يعني هنقول ان الاكس بار تأثر بالقيمة اللي هي هنا اللي هي ال 175، وخلى قيمة الميديان زي ما اتفقنا هتبقى قيمة قاعدة في النص، والمود زي ما اتفقنا هتبقى هي القيمة الأكثر تكرارا. يعني لو قلنا ان الميديان في الجزء ده يبقى الاكس بار تأثر شوية بقيمة الاوتلاير، ودي احد عيوب الاكس بار واللي بتخلينا ما نقدرش نستخدمه في كل الحالات، وبنفضل ان احنا نستخدم الميديان في حالة الداتا اللي فيها سكيونس او فيها جزء من الاوتلاير سبب ان يكون في التواء في البيانات ناحية الطرف الايمن او الايسر. ان شاء الله كده نكون خلصنا الجزء الخاص بالسنترال ميجرز اوف سنترال تندنسي. لاي استفسار او اي سؤال يرجى التواصل من خلال الواتساب، وإن شاء الله المرة الجاية في الفيديو القادم نبدأ مع بعض في الميجرز اوف فاريشن.